ليلة احتفالات رأس السنة وفي ذكرى تانية لشهداء القديسين وبمفاجأة مفرحة جدا بيشرف قداسة البابا طوادروس الثاني كنيسة القديسين عشان يحتفل مع شعب الكنيسة ويباركهم ويعزيهم في الذكرى التانية لشهدائهم كنيسة القديسين. قداسة البابا، ايه سر زيارتك النهاردة لكنيسة القديسين؟ انا حبيت ان يكون بداية عام جديد، بداية عام جديد يكون في كنيسة لها مناسبة ولها تذكار، وعلشان كنت قريب من اسكندرية فلقيت من المناسب ان اجي هنا اقضي وقت مع شعب الكنيسة ومع شعب الاسكندرية في بداية عام جديد. طبعا بهني الجميع ببداية السنة الجديدة، وفي نفس الوقت بنتذكر معاكم كلكم اخواتنا واولادنا وابنائنا اللي رحلوا في مثل هذا اليوم من سنتين، وبنتذكر ارتباطنا في حياتنا على الارض بالسماء. والحقيقه هي مناسبه طيبه ان انا اوجد هنا واخد بركه اللي رحلوا للسماء وبركه شعب الكنيسه هنا. قداستك توجه رساله ايه لشعب الكنيسه والاهالي الشهداء؟ اولا بقول لهم انتوا بقيتوا اشهر كنيسة في العالم، ومازال تذكار هذا الحادث يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، مش التاريخ الكنسي بس لكن ايضا التاريخ الوطني. والمناسبة دهيت ستظل في قلوبنا في مشاعرنا، ونتذكر صفات الغدر والعنف والإرهاب اللي ما زلنا بنطالب بحقوق هؤلاء الذين تركوا السماء وصاروا أمام ربهم في السماء. قداستك توجه رسالة لشعب مصر كله مسيحيين ومسلمين في رأس السنة، تقول لهم إيه؟ بداية عام جديد، بداية طيبة، إن إحنا نبتدي بمشاعر جديدة، مشاعر توبة ونقاوة قلب، ونبتدي بحياة جديدة ونترك خطايانا وضعفاتنا ونقف أمام الله ونشكره على نعمه الكثيرة. وبتمنى لبلادنا كل سلامة وكل أمانة، وبتمنى أن الاستقرار في حياتنا كمصريين كلنا يمتد لكل بيت ولكل شارع ولكل مسؤول. وبصلي من أجل كل المسؤولين إن الله يعطيهم حكمة لقيادة هذا البلد العريق، وبصلي من أجل المحبة أن تسود مع كل أحد وتبنى الثقة ما بين كل مسؤول وما بين كل مواطن على أرض مصر. أتمنى أنها تكون سنة مبروكة ومليانة بالفرح وبالخير وبالسلام. نشكرك قداسة البابا، وباسم قناة ماري مرقص وباسم شعب اسكندرية بالكامل بنشكر قداستك لحضورك وتشريفك المفاجئ والمفرح لشعب اسكندرية بالكامل. بشكر قناة ماري مرقص، وبشكر كل العاملين فيها ونيافة الأنبا أرمية، وأتمنى كل نجاح وكل توفيق. شكرا لك.